نأتي إلى الفكرة الثانية، عودة لحضن الوطن. يقول الشاعر: سيناء تميمة وادي النيل، تعود إلى صدر الوادي. سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء، وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء، وغصون من شجر الزيتون تغطي وجه الصحراء. انظروا معي إلى المفردات. تميمة، ما يتبارك به الإنسان والجمع تمائم. وادي، سهل أو منخفض بين جبلين، والجمع أودية ووديان. ساقي، من يقدم الشراب، والجمع سقاه. يرفرف، يتحرك في سعادة ومضادها يتوقف. غصون، فرع الشجرة، والمفرد غصن. صدر الوادي، مقدمته، والمقصود حضن مصر. يصب، يسكب ويفرغ. كؤوس، إناء للشرب، والمفرد كأس. الأضواء، الأنوار، والمفرد ضوء. تغطي، المراد تنشر، والمضاد تكشف. الصحراء، الأرض الجرداء التي لم تزرع، والجمع صحراوات. وجه، وجوه وأوجه. وجه تجمع على وجوه وأوجه. انظروا معي إلى معاني المفردات. سنابل، جمع سنبلة وهي نبتة القمح قبل أن تحصد. جمع سنبلة وهي نبتة القمح قبل أن تحصد. الجداول، جمع جدول وهو مجرى مياه صغير. ضفاف، جمع ضفة وهي جانب النهر. فيروز، من الأحجار الكريمة، وكذلك العقيق من الأحجار الكريمة. تميمة، هي ما يتبرك به، ما يلبس على سبيل البركة. ما يلبس على سبيل البركة. نأتي إلى شرح الأبيات. يتحدث الشاعر عن عودة سيناء لأحضان مصر فيقول: سيناء أرض البركة والخير، عادت لأحضان أمها مصر، ينتشر فيها النور والأضواء والأمل والبهجة، ويرفرف في سمائها حمام السلام الذي يبشر بعودة الحياة إلى مصر بعد عودة سيناء إليها، كما عاد شجر الزيتون المبارك ينتشر في كل مكان في سيناء. يصف الشاعر جمال سيناء بذكر مظاهر الجمال الطبيعية فيها، حيث يرى جمالها من جمال فتياتها البدويات وخيولها الأصيلة، والحمام الأبيض الذي يحلق في سمائها الصافية، وسنابل القمح التي تتيه بلونها الذهبي اللامع، وتلك الجداول الصافية من الماء المعطر الذي ينساب فوق ضفافها المملوءة بالأشجار الذكية الرائحة. سيناء، الأرض الغالية بما حباها الله من كنوز الفيروز والعقيق، وهنا يرسم الشاعر لها صورة متعددة الألوان من الحمام الأبيض وغصون الزيتون. نعرض هنا إلى حرب أكتوبر ودورها في تحرير سيناء، وقيمة الحياة التي جاد بها هؤلاء الشهداء العظماء كي يستعيدوا لنا سيناء. هذه هي قناة السويس، وشرقها تسمى الضفة الشرقية للقناة، وغربها تسمى الضفة الغربية للقناة. وفي هذه المنطقة التي تميل إلى اللون الأسود الداكن وبجواره اللون البني، دارت حرب أكتوبر المباركة التي استطاعت مصر من خلالها استعادة أرض سيناء. هذه مشاهد تصويرية وصور حقيقية لمعركة سيناء، يبدو فيها الجنود الأبطال من أبناء مصر وهم يقومون باسترداد الأرض، وكثرة هؤلاء الشجعان الذين ضحوا وجادوا بكل عرق وجهد ودم. ونأتي معا لمظاهر الجمال. انظر معي: عروس بدوية وخيول عربية. إشارة جميلة من الشاعر إلى جمال سيناء وحسنها وأصالتها التي تعبر عنها الخيول. أيضا بين كلمة بدوية وعربية
إيقاع موسيقي، وهذا ما يسمى التصريع، لأن بدوية وعربية هذه الكلمة جاءت في آخر الشطرة الأولى في البيت الأول، وهذه الكلمة في آخر الشطرة الثانية في البيت الأول. حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية، مزج الشاعر ببراعة بين لون الحمام الأبيض المحلق في سماء سيناء واللون الذهبي لسنابلها في تشكيل جميل يبهر الناظر إليه. مناجم فيروز وكنوز عقيق، استخدم الشاعر مفردات الجمع النكرة ليشير إلى كثرتها وقيمة سيناء كأرض غنية بمصادر الثروات. هنا مناجم نكرة وأيضا فيروز وكنوز وعقيق، وكل من هذه الكلمات جمع، نكرة للتعظيم وجمع للكثرة. وهذا يدل على كثرة كنوز سيناء. تعود إلى صدر الوادي، يشير الشاعر إلى العبور ويجعل الوادي وهو مصر أشبه بالأم أو الأب الذي يعود طفله وهي سيناء إليه. إذن شبه مصر بالأم وسيناء بالإب، وتحتضن الأم ابنتها أو يحتضن الأب ابنه أو ابنته حينما تعود إلى صدره، وهذه دلالة على أن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر. أيضا ساقي النور يصب كؤوس الأضواء، هل الأضواء تشرب؟ وهل الساقي يسقي نورا؟ أيضا حمام أبيض يرفرف بين الأحياء، طيور خضر تحيي ذكرى الشهداء، هذه مشاهد تملأها الحركة المبهجة، فهو يريد أن يصور لنا هذا الاحتفال الرائع بعودة سيناء، فنرى أن الرجل يقدم كؤوسا ليست كؤوس شراب مملوءة بما يشرب، ولكنها مملوءة بالنور. أيضا الحمام، حمام السلام، يرفرف بين الأحياء ويطير في مستوى هؤلاء البشر، ليدل على أن السلام والأمان قد ملأ أرجاء المكان. يقول سيناء تميمة: تعبير يدل على الخير والبركة، وكأن سيناء هي التي تحمي مصر. تعود إلى صدر الوادي، تصوير جميل حيث صور الوادي بأم تحتضن ابنتها، وتصوير جميل لسيناء بالفتاة التي تعود لحضن أمها بعد غياب. ساقي النور، تصوير جميل للنور بالشراب الذي يقدم في الاحتفال بعودة سيناء. كؤوس الأضواء، تصوير جميل للضوء بالكأس الذي يصب فيه أعذب الشراب. نور، تشبيه جميل لحمام السلام بالنور الذي يضيء المستقبل، يرفرف بين الأحياء، تعبير جميل يدل على أهمية السلام لكل البشر. وجه الصحراء، تصوير جميل لصحراء سيناء بالفتاة التي لها وجه جميل تتزين بغصون الزيتون المباركة. إنها ملحمة من التخطيط لكي تقام القصور التي سيعبر عليها الجيش المصري العظيم بمعداته من أجل تحرير سيناء. عملية هندسية بارعة تتم وتنفذ بأيدي مصرية. كم كان الجهد عظيما من أجل تحرير سيناء واستعادتها. أترككم مع مشاهدة هذه المناظر وهذه المشاهد الحقيقية التي تعبر عن حجم هذا العمل العظيم الذي أداه أبناء مصر في قوة وصلابة وسرعة ودقة منقطعة النظير. كانت تلك الكباري فكرة مصرية خالصة وتنفيذ مصري خالص،
وهي الساعة تشير إلى الثانية ظهرا، وهو موعد بدء معركة حرب أكتوبر المجيدة. نرى نسور الجو وهم ينطلقون، ونرى أسد الأرض وهم يقتحمون ويدمرون لكي يطهروا أرض سيناء ويستعيدوا حق مصر المغتصب. فتحية لهؤلاء الأبطال الشجعان، وتقديرا لما قدموا وما بذلوا من أجل هذه البلاد العظيمة. إنه جيش مصر وأبناء مصر الذين يستعينون بربهم فلا يعرفون المستحيل.